نرحب بالفنانه الجميله ليلي قاسم معانا بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكم، انا سعيده ان انا موجوده معاكم النهارده وميرسي. كلمينا بقى عن نجاحات اللي انت حققتيها خلال شهر رمضان. بصي، هو للاسف انا ما حالفنيش الحظ رمضان السنه دي لسبب بسيط جدا، انه انا كنت عامله مسلسلين، مسلسل الصندوق الاسود اخراج الاستاذ عادل العصر، بطوله الجميله رانيا يوسف، وسيت كوم مبسوطه يا توته طبعا بطوله طلعت زكريا ومي كساب ومحمود العسيلي. للأسف أنا بالنسبة لي كان رمضان بريك، كنت بستمتع بالأعمال الفنية المعروضة، وفي نفس الوقت أنا صورت بالفعل فيلمين قبل رمضان. مفروض أن احنا طبعا تعرف فترة رمضان ما بيبقاش فيه تصوير قوي، فريحنا في فترة رمضان، بس المفروض أن احنا إن شاء الله خلال الأيام الجاية هنستأنف التصوير. كلمينا عن دورك في الصندوق الأسود. دوري في الصندوق الأسود أنا عاملة شخصية مركبة، هو شخصية بنت بتظهر يعني بتفتكريها حاجة وبعدين بتطلع بوش تاني خالص، فهماني ازاي؟ شخصية محيرة جدا، بتخدع المشاهد بالظبط كده، وهي اللي بالآخر كده يعني بتخلي تامر هجرس يقع في الفخ، يعني هي اللي بتقعه في المصيادة يعني. والسيت كوم؟ السيت كوم أنا بعمل مشاكل كتير ما بين محمود العسيلي وخطيبته مي كساب، من خلال بقى مواقف وسيتويشن كوميدي يعني، وبس حاجة خفيفة يعني. أفلام أسمائها إيه وإنتي أدورك فيها إيه؟ في فيلمين، في فيلم بالفعل أنا صورته ناقص فيه يوم واحد تصوير بس، إن شاء الله اليومين الجايين هنصورهم، اللي هو عزبة أبو حشيش، معايا مجموعة من الشباب الجمال جدا، وهي بطولة جماعية، معنا أحمد عبد الله محمود ابن طبعا الفنان الجميل عبد الله محمود الله يرحمه، معنا مراد فكري ابن الأستاذ صادق فكري طبعا الممثل، معنا ناس كتير قوي أنا مش عايزة أنسى حد. هو بطولة شبابية جميلة جدا، بيتكلم على منطقة في مصر، منطقة شعبية بتعاني من تجارة الحشيش والمخدرات بشكل كبير. المنطقة دي بالفعل موجودة، اللي هي اسمها عزبة أبو حشيش، لدرجة أنه والله لو أقولك أن المخرج أصر أن احنا ننزل نصور في عزبة أبو حشيش نفسها، في المنطقة نفسها يعني، احنا زورك قعدنا كنا بنصور ما بننامش، ما ينفعش تنامي هناك اصلا، وفي نفس الوقت يعني كنا بنطبق عشان نخلص تصوير، لان كان لازم ننقل معداتنا وحاجاتنا بسرعة، لان كان في خطر طبعا كبير، بس الحمد لله تمت بنجاح. الفيلم التاني اسمه ابو فتلة، فيلم ايوه انا مش عارف هي السنة دي كيفة معايا بأبو بقى معرفة لا الفيلم اسمه أبو فتلة، برضو فيه كوكبة كبيرة جدا من الفنانين، بس أنا مش عايزة أحرق الدور على الأحداث، هو مختلف تماما، معانا ناس كتير قوي قوي، بس أنا والله مش مصوتش فيه غير يوم واحد لسه هنكمل تصوير ده، زي ما بنقول احنا بالظبط. هو إخراج سأفتكرلك إبرام نشأت الجميل، إبرام نشأت اللي هو أخرج فيلم جرح ظرف صحي تمام، هو ده نفس المخرج، هو أصلا أنا بتجمعني بيه صداقة من زمان، وبعدين ده تاني تجربة إخراجية لي، فأنا سعدت إن أنا أكون معاه في هذه التجربة، فيلم مختلف مميز، أنا يدوبك بس عملت يوم واحد لحد دلوقتي إتراكوارت زي ما بيقولوا، وهنستأنف التصوير بإذن الله الأيام الجاية دي إن شاء الله. برضه عايزاك يا بنتي جاية النهاردة باركي لأسرة عمل الحرب العالمية الثالثة. طبعا لأن أنا بعتبرهم إن إحنا جيل واحد، أنت فاهمة إزاي؟ وأنا أي تجربة بيبقى فيها شباب او كده ببقى سعيده بيها، وخلي بالك اصل احنا بنبقى واقفين لبعض يعني، انا لما هاجي لهم هم باذن الله لما يبقى عندي عرض خاص هم هيجوا لي، كمان طبعا قال السبكيه حبايبي انا ما بفوت لهمش ولا فيلم من ساعه فيلم ساعه ونص، انا ما ينفعش افوت للعائله دي وللناس دي اي فيلم، لازم ادخل لهم ولازم ابارك لهم يعني. طبعا نورتينا في اخبار اليوم، ونتمنى لك التوفيق في اعمالك القادم. ميرسي يا حبيبتي، وانا سعيده بوجودي معاكم النهارده، ويا رب بالتوفيق، وكل سنه وانتم طيبين. بنرحب بالمنتج محمود عبد العزيز معانا في بوابه اخبار. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اول حاجه بنبارك لك على مسلسل جبل الحلال، وعايزينك بقى تكلمنا عن النجاح اللي حققه المسلسل. والله انا بشكر ربنا الحمد لله رب العالمين ان احنا كلنا اجتهدنا جدا على الموضوع، على راسنا من اول استاذ محمود لمدير التصوير للمخرج للمؤلف لجميع القائمين على العمل، والمردود الحمد لله حلو جدا ومرضي لينا جميعا الحمد لله رب العالمين. ان هو المسلسل لما كان حصري على قناه الحياه ده اثر على نسبه المشاهده؟ والله موضوع الحصريه ده قضيه كبيره جدا مش هقدر اتناقش مع حضرتك فيها دلوقتي، بس طول ما المسلسل مهم ومحطوط على قناه مهمه فما اظنش انه هيبقى ضره قوي يعني. طب انت النهارده جاي تبارك لاسره فيلم الحرب العالميه الثالثه، تقول لهم ايه؟
قال لهم الف الف مبروك ويا رب بالنجاح ويا رب دايما مع بعض ويا رب الفيلم ان شاء الله يكسر الدنيا باذن الله. انت بقى خطتك الفتره الجايه؟ والله خطتي الفتره الجايه احنا شغالين على مشروعين، واحد منهم يمكن تنفيذه مش هيبقى قبل سنه 2016. ده مسلسل بس يعني تركيبه جديده تماما على الدراما من ناحيه التناول، موضوع قصه تركيبه غريبه كده فهتاخد تجهيز فتره طويله. لا ده ما اظنش هيبقى طالع استاذ محمود لغايه دلوقتي. العمل لسه ما اكتملش عشان اقدر اقول لحضرتك ان انا استاذ محمود لازم بيشوف النص الاول. انا كشركه دايما هجتهد ان انا اوصل للنجم زيه، فاكيد بالنسبه لي ده شرف ليا ان يا ريت يبقى فيه برده ان شاء الله استاذ محمود، بس لغايه دلوقتي لسه الموضوع خيوط ما اكتملتش فمش هقدر اقرر ده. العمل الثاني هيبقى معتمد على مجموعه اكبر من الشباب ان شاء الله. شباب دراما لسه يعني لسه شويه عليا في موضوع السينما ده. ربنا يخليك يا مي وللمره العاشره معانا منوراني. انا عايزك الاول بقى تكلميني عن نجاحات اللي انت حققتيها من خلال شهر رمضان. بصي الحمد لله يا رب، انا كنت متنبئه خير والحمد لله ربنا عوضني خير، لان انا كنت فاكره ان المسلسلين هينزلوا في رمضان اذا كان اسرار والصياد. الصياد عمل نجاح غير طبيعي. الصياد اللي هو يوسف الشريف بقى له ثلاث سنين بيعمل مسلسلات حلوه، فالسنه دي انا ما كنتش متوقعه النجاح ده على قد ما كنت متوقعه نجاح مسلسلات ثانيه، بس الحمد لله دخل السباق في التوب 5 فالحمد لله يا رب. افعال عن دورك وكلميني عن دورك في الصياد. بصي دوري في الصياد انا مش انا، يعني عملت البنت البلدي اللي انا بتكلم بيها يعني مع الناس، بس طبعا مش بنفس الريتم يعني، بس نقلته للناس زي ما هم عايزين. عرفت الناس ان دول ممكن يكون عندهم ظروف يتحطوا فيها ويضطروا يضحوا عشان يعملوا حاجه، ودي الشخصيه بتاعتي بالذات. امينه كانت شخصيتها مهمه في انها عايزه توصل مسج لكل البنات، مش لازم تضحي، مش لازم تيجي على نفسك عشان جوزك لا، وبالذات في الظروف السوداء اللي احنا فيها، وبلاش السلاح وبلاش، يعني كانت بتناقش قضيه كتير كلنا عارفينها، مشاكل في البلد كبيره يعني. انت النهارده جايه تباركي لاسره الحرب العالميه الثالثه، تقول لهم ايه؟ بصي انا ببارك وعامله ضيفه شرف في الفيلم. ده اللي انا عايزه اقوله لك. عامله دور مذيعه يعني بماء نفسك. طبعا كريم السبكي كلمني فما تاخرتش، وطبعا المنتج الجميل احمد السبكي وابويا كلمني فبرضه ما تاخرتش. هو حاجه صغيره كده بس دمها خفيف جدا، لان الحوار مع سمير غانم بمبنيه الدراما والسينما، فربنا يكرمنا يا رب. نبارك لك على فيلم جوازة ميري وكلمنا عنه. الله يبارك فيك الاول. جوازة ميري فيلم لايت، في كذا حاجه، في اكشن، في رومانتك، في كوميدي، ان شاء الله يا رب يعجب الناس يعني. كلمنا عن كواليس العمل معاك حسن الرداد وياسمين عبد العزيز، وده كان اول تعاون يجمعكم. انا سعيد جدا ان انا اشتغلت مع الفنانه ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد، وبالنسبه للكواليس يعني تمام، كنا يعني كانت كواليس لطيفة جدا الحمد لله، مع المخرج واستاذ وائل احسان طبعا برضه. كلمنا عن دورك كده؟ ما انا مش هعرف احرق حاجة بصراحة، بس يعني لا، هو انا وحسن رداد يعني زي اوتو فار كده مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بشوية مواقف كوميدي كده، يا رب تعجب الناس يعني. نبارك لك على دورك في مسلسل جبل الحلال، وكلمنا عن ردود الافعال اللي استقبلتها بعد عرض المسلسل. الله يبارك فيك. والله انا يعني انا مبسوط ان انا اشتغلت في المسلسل ده، وشرف كبير ليا، وما اعرفش ردود الافعال. انا اتمنى انه يكون عجب الناس على قد ما انا كنت وانا بصور المسلسل، حابب انه يوصل للناس ويعجبوا بيه يعني. بصير قدام والدك شكله عامل ازاي؟ يعني بتتكسف مش بتتكسف؟ الحوار كان بيطلع ازاي؟ لا هو يعني التمثيل ما فيهوش كسوف، انا مش هنعرف نمثل، بس هو شرف. هو يعني هو شرف كبير ليا ان انا اشتغل معاه، دي اكتر واقل حاجه ممكن اقولها يعني. انت بتحضر ايه الفتره الجايه؟ والله في يعني كلام ان شاء الله على فيلم، بس لسه ما استقرناش يعني على ايه الفيلم اللي هنعمله. هتبقى بقى تبارك لاسره فيلم الحرب العالميه الثانيه. الف مبروك للحرب العالميه الثالثه، ويا رب ان شاء الله ينجح ويكسر الدنيا. نرحب بالفنان محمد رمضان معانا في بوابه اخبار اليوم. الله يخليكي، واخبار اليوم كل سنه وهم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب. الف الف مبروك على مسلسل ابن الحلال. الله يخليك، الله يبارك فيكي، وانا سعيد الحمد لله بردود الافعال
وبالكلام اللي اتكتب في اخبار اليوم من النقاد والاستفتاءات الجميله اللي هم عملوها. مصدق النجاح اللي حققه المسلسل؟ الحمد لله، طبعا ربنا اكرم من توقعاتي واكرم من توقعاتنا كلها، وانا تمنياتي ان انا افضل محافظ على حسن ظن الناس وافضل عند حسن ظنهم ان شاء الله الفتره الجايه. العمل ارهقك جامد ولا يعني عادي؟ لا طبعا حاجه مرهقه ومتعبه، ولكن النجاح بينسي اي تعب في الدنيا. يعني انت شفت التجربه الدراميه ازاي في رمضان؟ منافسه كبيره جدا، في نجوم كبار موجودين، ولكن وفكره دخول البيوت الناس دي حاجه صعبه، يعني لازم اكون قد هذه المسؤوليه، ان انا داخل لجميع الطبقات لجميع الاعمار، فلازم اختار موضوع يليق بجميع المشاهدين، يعني مصر والوطن العربي. المشكله اللي حصلت ان المسلسل بيشبه كتير قصه قتل بنت الفنانه ليلى غفران، وحصل مشكله ومداخله في التليفون في برنامج وائل ابراشي، وانت كنت متضايق وكده كلمنا عنه. انا ما اعرفش ان هو شبه قضيه بنت ليلى غفران، ولكن ايه المشكله ان هو يبقى شبه قضيه بنت ليلى غفران؟ ده قضيه عامه، يعني ده قضيه اتكتبت في جميع الجرايد في صفحات الحوادث. ايه المشكله ان السيناريست عجبه القضيه، اضاف لها شويه من خياله وعملها عمل درامي، افضل ما يجيب فيلم امريكاني ويمصره، يعني ده افضل. يعني شفتها قله ذوق، بس قله ذوق، و قبل ان تصيغ، يعني قبل ما تتكلم كده تعرف هل انا اقصد ولا لا. هي اتكلمت باسلوب غير لائق مع وائل ابراشي. تعاونك مع المخرج ابراهيم فخر هيتعاون معاه تاني؟ شرفني ويسعدني والله. ان شاء الله مرحبا بالفنان الجميل شريف رمزي معنا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. كل سنه وانت طيب بقى، والعيد الفترة دي بقى هتعمل ايه؟ هشتغل، عندي فيلم بنحضر له طول رمضان شغال عليه دلوقتي اسمه بتوقيت القاهره، فيلم هيبقى من اهم الافلام ان شاء الله الفتره اللي جايه، لانه فيلم جاد وفيلم فيه كوميديا محترمه جدا وجديده، بطوله نجوم كبار جدا مش هقدر اقول اسمائهم الا لما يكتملوا. تاليف واخراج امير رمسيس، انتاج استاذ سامح العجمي. فيلم هيبقى من الافلام الجاده المهمه، لان احنا بقالنا كتير ما عملناش افلام جاده ومهمه، فاملي ان احنا نعمل افلام محترمه وجاده تاني وفي نفسها تكون كوميديه. وعندي فيلم تاني رومانتك كوميدي بعد هتقولي راجل، ان شاء الله برده هيبقى خطوه الناس تستمتع بيها ان شاء الله. انت رايك ايه في موسم السينما السنه دي؟ انا شايف ان ده موسم من اهم المواسم، واذا كان من احلى المواسم اللي مرت على مصر من خلال 3 سنين اللي فاتوا، لانه موسم مزدهر في افلام مختلفه عن بعض، غير تقليديه، مهمه، حلوه، ابطالها نجوم كبار. اعتقد ان ده هيعمل تنوع وهيعمل اختلاف وهيعمل متعه للساده المشاهدين. يعني النهارده تبارك لاسره فيلم الحرب العالميه الثالثه، تقول لهم هقول لهم الف مبروك. انا فهمي وشيكو وهشام اخواتي، مش بس اصحابي، ولادي طبعا، لان احنا في سمير وشير وبير كنا طالعين ولادي، فدايما بقعد اهزر معاهم بالشكل ده. لا هم من النجوم الموهوبين جدا اللي عايزين يعملوا حاجه غير تقليديه وسينما محترمه وجديده، واعتقد ان هم نجحوا في ده وبينجحوا في ده. عملنا مع بعض فيلم من انجح الافلام اللي مرت على السينما، سمير وشير وبهير، واعتقد ان هم افلامهم القادمه منهم فيلم الحرب العالميه الثالثه هيبقى من اهم الافلام اللي موجوده في سنه 2014 ان شاء الله. واتمنى لهم كل التوفيق، لان كل ما هم هينجحوا السينما كلها هتنجح، لان هم بيشكلوا قطاع مهم جدا في السينما، هو سينما الشباب الجديده المختلفه الغير تقليديه اللي بتفكر بره الصندوق. يعني شريف، تابعت المسلسلات الدراميه خلال شهر رمضان؟ طبعا تابعت قدر كبير، ما قدرتش اتابع حاجات كتير، بس تابعت قدر كبير من المسلسلات، عجبني حاجات كتير جدا. تابعت استاذ عادل امام، تابعت سجن النساء، تابعت الوصايا السبعه، استاذ محمود عبد العزيز، تابعت النجوم كبار عملوا حاجات حلوه قوي. يعني هنشوفك بقى اكيد بقى في دراما 2015، ما تغيبش عننا بقى. سهل والله، انا مش مقحم، يعني مش انا بعتبر نفسي ضيف على الدراما، لان انا ممثل اكتر، بدايتي كانت في السينما، واعتقد ان انا بحب اتصنف كممثل سينمائي اكتر، انا ما عملتش مسلسلات كتير الا لما بيكون في مسلسل كبير زي استاذ عادل امام السنه اللي فاتت مثلا في العراف، فما بعملش حاجه لما تكون على مستوى الكبير ده، لو ما كانتش على المستوى ده ما بعملهاش. فان شاء الله لو في حاجه في 2015 حلوه على مستوى العراف هعملها، لو ما فيش هفضل في السينما. يعني ليك يا شريف، نورتنا النهارده. خليكي، ميرسي جدا.